السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. هذا الفيديو راح يحتوي على ثلاث اتصالات من بث الأخ العزيز ذو الفقار المغربي. الأول من طفل يتابع رامي عيسى يطلب من الأخ المناظرة. الاتصال الثاني من تلميذ أبو بلال المغربي، أيضا يتكلم بخصوص حديث كتاب الله وسنتي وكيف احترف بأنه لا يوجد حديث صحيح بهذا الخصوص ولا يوجد سند صحيح بهذا الخصوص، أي كتاب الله وسنتي. الختام همسك مع الحاج وعد اللامي، مداخلة كانت جدا جدا رائعة من الحاج وعد اللامي بهذا الفيديو من قناة خواطر فكرية. لنستمع إلى تمام الكلام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ذو الفقار، رامي عيسى طالبك مناظرة، ليش ما تقبل المناظرة؟ أخي، عندك سند صحيح لحديث كتاب الله وسنتي؟ قطع فقط كلمتين ويهرب. جميل، أخ آخر من المخالفين. السلام عليكم. السلام عليكم. لا يوجد صوت. الأخ يقول مناظرة رامي عيسى، قل له أن يخرج من الحمام أولا ويلبس ملابسه، إن شاء الله نرى هل نناظره أم لا. السلام عليكم يا شيخ ذو الفقار المغربي. خويا كي داير؟ بس عليك كل شيء بخير، أنا ولد بلادك. صحيح لاباس؟ الحمد لله خويا، كي داير؟ لاباس عليك. أنا رزعري حرش بير. أنا كي داير مع صحيح لاباس عليك؟ الحمد لله خويا. منين كتتصل؟ السمية ديالك؟ معك أنا تلميذ ديال أبو بلال المغربي. مزيان، شنو سميتك أخويا؟ تلميذ أبو بلال المغربي، محمد، أبو محمد المغربي. أنا صاحب وعد اللامي، تعرفني وعد اللامي، أنا صاحب وعد اللامي، أنا أبو محمد المغربي. مزيان، ما عرفتك. خويا عندك شي سند صحيح؟ بالنسبة ل عندك شي سند صحيح؟ بالنسبة للحديث والسنتي، كيما وسنتي اختلفوا فأيضا. خويا اسمح لي. عندك سند صحيح لحديث كتاب الله وسنتي؟ كما ما عنديش وسنتي، ما عنديش وعطراتي بجوج بلاص. خويا انا كنهضر معاك بالدارجة، ما كنهضرش معاك بالانجليزية. الله يحفظك، كنهضر معاك بالدارجة نورمالمون، راه حنا المغاربة كنتفاهموا. عندك سند صحيح لحديث كتاب الله وسنتي؟ شوف هذه ثاني مرة خويا الحبيب، خويا العزيز، الله يحفظك ويرعاك. هذه ثاني مرة، اسمح لي. شوف انا ماشي دري مقطع لك الصوت، وحنا يا الناس راه كبار، سبحان الله، فهمتي؟ اسمح لي، الله يحفظك. عندك سند حديث كتاب الله وسنتي؟ عطيه لي. ما عندكش قول لي السلام عليكم. عندك خويا السند؟ هذه ثالث مرة دابا، تفضل خويا. ما عنديش وسنتي وما عنديش وعطراتي، جيك صراحة. شكرا لك اخي، الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك. اشهدوا يا مغاربة، اشهدوا يا مغاربة. نقولها بالدارجة احسن، ما كيناش سند صحيح لحديث كتاب الله وسنتي، انتهى الامر، صافي، ما بقاش حديث. هذا اسمه ابو بلال، لا اعرف ما هو، من ما اسمه، ما عرفتش شكون سميته. ما كيناش، يقول ما كيناش سند صحيح لحديث كتاب الله وسنتي، ويطلع بالحياه ديالو في المسجد يقول لك قال رسول الله في حجه الوداع تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي كتاب الله، عشرتي، لا وسنتي. وهذا يقول لا يوجد سند صحيح. يا الله، يا للمصيبة، يا للكارثة. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أخي، أنت من المغرب؟ لا، معك الحاج وعد اللامي. أهلا وسهلا بالأخ الحاج وعد. حياك الله أخي، ما هذه المفاجأة؟ الله يبارك فيك. أولا أبارك لك هذه الخطوة، وأسأل الله العلي العظيم أن توفق أنت ومن تعول، فإنك أيقونة للمناظرات، وقد أحدثت بمجهود شخصي. وأنا هنا طبعا أقول هذه الكلمات يعلم الله ويشهد، لا لأجل مدحك. الإمام الصادق عليه السلام قال إذا رأيتم المداحون حثوا في وجوههم التراب، ولكنني أنقل الواقع الذي يأتيني من خلال
عملي كمناظر أو إعلامي سمني ما شئت، فأنت يكون للمناظرات أحدثت ما لم تحدثه مؤسسات، وهذا هو الواقع. لا أمدحك، إنما أنقل لك مشاعر الكثير الذين يتصلون بي ويخبروني هذا الأمر. وفي برنامجنا قد استبصر الكثير، وكان الأثر الطيب للأخ الحبيب ذو الفقار المغربي. هذه النقطة الأولى. بالنسبة لموضوع كتاب الله وسنتي، هنالك التفات، إذا تسمح لي فقط في دقيقتين بعد إذنك أقول الآتي. إنه يقولون أن عند الشيعة على الله برهانهم أن هنالك كتاب الله وسنتي، وجواب نعم، عندنا كتاب الله وسنتي. بل بوب الكليني رضوان الله تعالى عليه وغير من العلماء أننا نقول بكتاب الله وسنتي، لكن التلبيس كما تعلم من هؤلاء أنهم عندما يقول الشيعي أو الكتاب الشيعي عليكم بكتاب الله بقول كتاب الله وقول المعصوم سنتي، هل يوعز إلى البخاري؟ هل يوعز إلى أبي هريرة؟ هل يوعز إلى عائشة؟ أم أنه يوعز للمعصوم أن السنة عندنا هو قول المعصوم؟ فلذلك بعض المناظرين عندما يريدون أن يلبسوا يعتقدوا أنها بهذه الكلمة، كلمة سنتي اللي هي موجودة عند الشيعة، أن السنة الموجودة عند رواة الآلاف اللي هم عبد الله بن عمر وعندهم عائشة وعندهم أبو هريرة، فهذا التلبيس. لذلك إياكم أن يتصل إنسان بالأخذ الفقار المغربي ويقول له عندكم كتاب الله وسنتي، عندنا السنة يقول المعصوم. لذلك ما في شيعي يقول إنه السنة نأخذها من البخاري ومن عبد الله بن عمر الذي ترك مبايعة أمير المؤمنين سلام الله عليه وبايع يزيد ابن معاوية. لذلك ارفعوا رؤوسكم يا شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ودائما أقول حق لكم أن ترفعوا رؤوسكم. وهذه نافذة أخرى إن شاء الله من الأخذ الفقار المغربي، وإن شاء الله مستمرون في الدفاع عن محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. واحتفظ بهذا الرقم وما تعطينا الرقم خاص، إن شاء الله أتواصل معك مستقبلا على هذا الرقم إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقك ويوفق كل العاملين معك والداعمين والواقفين معك، وتحياتي إلى كل الأخوة الذين يشرفون على قناتك الكريمة. أسأل الله أن يحميك والسلام عليكم. الله يحفظك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. بارك الله فيك. بارك الله فيك أخي. مفاجأة جميلة. الأستاذ وعد اللامي حفظه الله ورعاه، بارك الله فيه وفي كل ما يقدمه مع الإخوة في قناته، مع الأخ ميسم الموسوي وأحمد الإمامي وباقي الإخوة. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي. تعقيبا على موضوع هذا الطفل الذي اتصل بهذا الخصوص، أولا أقول أنه أتمنى أنه أنت اليوم تستمع لهذا الكلام، أنه اليوم تتبع مدرستك، تتابع مدرستك، تتابع مستقبلك، وتعوف رامي عيسى، وتعوف مناظرات رامي عيسى، وتعوف أسلوب رامي عيسى. رامي عيسى اللي هدفه الوحيد فقط كسب مشاهدات وكسب أموال من اليوتيوب، تتكلم باسمه وتطالب عنه بالمناظرة. الأخذ الفقار نقولها من الآن لن يناظر الشخص المذكور. فهذا بالنسبة للمداخلة الأولى. المداخلة الثانية هي أن هذا الأخ أبو محمد من المغرب يعترف اعتراف صريح بأنه لا يمتلك حديث صحيح أو سند صحيح لكتاب الله وسنتي. وهؤلاء وهذا الشخص هو مثال لعشرات من مشايخ الوهابية يتكلمون من دون سند صحيح، مع أنهم يتشددون بخصوص السند. هذه بالنسبة للمداخلة الثانية والاتصال الثاني. المداخلة الثالثة ختامها مس من الحاج وعد اللامي، أكثر شيء يعني أقدره وأكثر شيء يعني يلمسه القريب والغريب، القريب والغريب، البعيد والقريب، الكل يلمس بالحاج وعد اللامي بأنه يريد أن يدعم البثوث الشيعية ويدعم كل طاقة شبابية أو محاور أو مناظر بهذا الخصوص.
الحاج وعد اللامي هو مثال لتعاون المؤمنون أو لتعاون الشخص المؤمن مع أخيه المؤمن. إذن أخواني أخواتي تقبلوا تحياتي وفي أمان الله.